Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah As-Sajdah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب بالعالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب بك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ولا شفيع ولا شفيع أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم
كان مقداره ألف سنة مما تعدون ألف سنة مما تعدون ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فرس ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ إنساني نون کے نیچے زیر ہے پھر سے پڑھیں وَبَدَأَ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 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 قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفى
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نعمل صالحا إنا موقنون نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ